فلتة، راعي شيلات، محافظ، ودم موسيقى، والناس تموت فيه وتحبه. دز له بس 5000 ويجيك يطامر. تكفى يا تركي تكلم أهلي. ترى تركي هذا اللي عندكم فلتة، هذا ما شاء الله له لوب، له لوب عزيز علي بالحيل. هذا إن بغيت معدات، إن بغيت ممثلين، إن بغيت مشدين، إن بغيت مسرح كامل، ترى ما يقصر. هوا أجي شوف يا تركي، أبعطيك 50,000 وخذ الفعالية هذه اللي في عقد الصقور، حطها جنب حديقة وخلص وفكني منها. وافق وافق يا رجال. يا الله موافقين. هالحديث لي وش القصاصة الجديدة من 1387؟ خلونا في شغلنا يا جماعة، حنا نبي نشتغل الآن الدوري المشترك. تبونها ودية ولا رسمية؟ ودية رسمية. من أنت؟ أنا أبو سمية، منظم فعاليات من جدة. الحقيقة أنا جاي أدور على هيئة الترفيه، ما لقيتها. شفت هيئة الرياضة دخلت وقلت أسألكم، أنتوا هيئات مع بعض، أخوات مع بعض، أصحاب مع بعض، فالله يرضى عليك دلني فين هيئة الترفيه دي. هيئة الترفيه؟ أيوة والله ما أعرفها. السلام عليكم. يا رب وينك من أمس أدق عليك ما ترد؟ مسوي مهم يعني؟ يا عمي ما سويت لا مهم ولا شيء، ماني فاضي لك. كنت في عقلة الصقور، عندي بزنس كبير صراحة. المهم اسمع، بيتصل عليك واحد اسمه أبو يوسف، منتج كبير زين، ضبطتك عنده، يبيك في فعالية وضبطتك مبلغ حلو. بس ها، مو بتسحب علي وتنساني، أبي عمولتي. أبشر بعزك، تستاهل أحلى حلاوة يا تروك. أفا تروك، وأنا شك سحبت علي؟ أنت بعد دفيت اسمك عند واحد اسمه أبو علي، راح يدق عليك اليوم أو بكرة. كفو عليك تروك، كفو. بس ها يا ياسر، مو بتنساني من عمولتي، لأن بصراحة مبلغك أعلى وعمولتي تكون أعلى. إيه خير إن شاء الله، ليش هو أعلى؟ يا عمي أساساً أبو علي يبيه 3 أيام وأبو يوسف يبيك يوم واحد. آها ابشر بأحلى عمولة والله، ولو تبي نصها خذها. كفو يا تروك. هذه الفعالية اللي شغلتينا فيها وانا ابوك؟ ايه يبا اسحب بلاش؟ ايه يبا بلاش، ومن هنا مدخل النساء ومن هنا الرجال. اجل وعدنا هنا ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. الله يبا. الله الله في الاضاءة، دقق علي، ركز علي. جاهزين؟ ايه جاهزين. اجل وش تحتري، النجم موجود، اطلع على المسرح قدمه. بسم الله نبدأ. يلا شد حيلك. أهلاً أعزائي الحضور، رحبوا معي بضيف فعاليتنا لهذا اليوم بحضور النجم عامر. هلا والله، هلا والله، هلا وسهلا، هلا وسهلا، هلا والله. يلا حيهم. هلا والله بالخوات. تبون شيلة؟ تبون شيلة؟ تبون شيلة؟ ابشر بعزكم.